اليوم سعيد بالاجتماع بإخواني لي أجتمع بهم اليوم كما اجتمعت بإخوان لكم في الأسبوع الماضي. نوقع وكما ذكرت بأننا لا نريد إلقاء كلمات ولا نريد إلقاء خطب، إنما أتينا هنا نعتبر نفسنا حنا الآن في ديوانية كبيرة لنبحث ونستمع حقيقة يا إخوان ما ينقصكم في مناطقكم من أمور أساسية واجب علينا أن نوفرها لهم. أيضا ذكرت بأن المسائل الحقيقة الخاصة أو التي تهم فرد معين فيمكن بحثها الوحد، أما ما يهم المنطقة فهذا حقيقة ما هم ما أرجو أن أستمع إليه اليوم مع أخوان اللي أجتمع فيهم في هذه اللحظة، ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما فيه خير وصلاح هذا البلد وخدمة شعب هذا البلد. واستمع سمو أمير البلاد بعد ذلك إلى احتياجاتي ومطالب أهالي محافظة الأحمدي في كافة المجالات، وحرص على سماع كافة الملاحظات. وقد أبدى سموه استعداد الدولة لمواصلة العمل على توفير كل المتطلبات الأساسية لأهالي المحافظة في مختلف المجالات، كما تبادل سموه مع أهالي المنطقة ومختاريها وجهات النظر حول مختلف الأمور التي تهم المنطقة. ومما يلفت النظر أن سنة التقاء أبناء الشعب التي استنها أمير البلاد حفظه الله لن تتوقف عند هاتين المنطقتين، فقد أعلن وزير الداخلية بعد اللقاء الثاني أمس أن سموه سيلتقي أبنائه في المنطقة الثالثة ليناقش ويسمع ويحاور ويقول كل ما عنده ويؤكد إرادة الدولة في التعجيل بتحقيق الخدمات وتنفيذ الإنجازات التي هي عنوان عهده ورمز تعلقه بسيادة الكويت وازدهار الكويت وامتداد الحياة الشابة الفتية في كل مكان من الوطن الكويتي. ولدى وصول سمو الأمير الوالد إلى مدرسة الجهراء الابتدائية للبنات كان في استقباله وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الجابر ومحافظ العاصمة الشيخ ناصر صباح الناصر والشيخ مشعل الأحمد الجابر ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبد اللطيف السلويني ووكيل وزارة التربية يعقوب غنيم. كما قام وكيل وزارة الداخلية بتقديم لجنة الاستقبال المؤلفة من السيدين مختار منطقة الجهراء ومختار منطقة السلبيخات، فيما احتشدت جموع غفيرة من المواطنين داخل المدرسة للقاء سموه.
الباب وادعوا عسى الله يرحم في والدي. دقيقة، كما سعدت بلقاء اخوان لكم في المناطق اللي زرتها، اليوم يسعدني ان التقي باخواني في هذه المنطقة. ان مثل هذه الزيارات واقع يجب ان تستمر لمعرفة ما يجري ومعرفة المتطلبات التي تهم هذه المناطق والتي يجب علينا كمسؤولين ان نلبيها لهم. والثقة التي أولاني إياها الشعب الكويتي ليحتل هذا المركز، من الواجب علي أن أتفقد هذا الشعب الذي أولاني هذه الثقة ليكون عند ثقته. واليوم أزور هذه المنطقة الجهرة بالذات، وستكون آخر زيارة لي من هذه الزيارات في الوقت الحاضر، على أمل أن أتمكن من زيارة مناطق أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي الجارة التي لها شرف احتواء القصر الحمر الذي يمثل أو يرمز إلى الشجاعة، يرمز إلى التضحية، يرمز إلى الصبر، يرمز إلى التعاون، الذي صمد أمام من حاولوا المساس بتراب الكويت، والذي كان نقطة تغير في تاريخ الكويت، لو لا سمح الله حصل تخاذل أو حصل أي تسليل من قبل من كان يحمي هذا القصر، ولكن بالصبر والشجاعة والتضحية ومساندة عندما استنجدوا بإخوان في الكويت وهبت الكويت عن بكرة أبيها لمساندتهم للدفاع عن أرضهم، من هذا المنطلق نؤكد على حقيقة واحدة، وهو أن التعاون والأخوة المستمرة بين أبناء الشعب الكويتي في سبيل وطنهم وفي سبيل أرضهم قد نجحوا في صد الكثير ممن حاولوا أن يمسوا تراب هذا الوطن أو حاولوا أو كانت لهم أطماع في هذا البلد. وفي التعاون المستمر وفي التآخي وفي إنكاء الذات سنصل دائما إلى هدفنا المنشود في الحفاظ على استقلال بلدنا و
وتراب بلدنا وأرض بلدنا. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى طريق الصواب. Thank you.